السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عامل ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة جدا وبسيطة. هعمل معاك وشيش اللحمة وشيش الفراخ. انا معايا كده كمية اللحمة اللي انت تحبيها، اي كمية انت عايزاها. انا مكترة اللحمة عشان احنا بنحب الشيش اللحمة اكتر. مقطعها مكعبات كده وبتبلها اي حاجة معانا في الفريزر، متبلة بملح وفلفل و ملح و يعني بتبلها بملح وبصل وفلفل، التلاتة دول في اي حاجة بقى انا قبل اي تتبيلات خالص. وعندي هنا برضو فراخ مقطعها كده، مقطعها مكعبات برضو، كلها هتبقى تتبيله واحده ان شاء الله. وعندي هنا البهارات بتاعتي بقى، هي ربع معلقه خولنجان، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه كمون على كزبره ناشفه، وربع معلقه زعتر على روزماري، وحشويه بابريكا، وربع معلقه توم بودره، وربع معلقه بصل بودره. خلاص دي التوابل، لو محطش اكتر من كده فيها خالص. ومعايا هنا، معايا هنا كوبايتين زبادي اهو، كوبايتين زبادي. ومعايا هنا عصير ليمونة كبيرة، وقدهم بالظبط شوية خل. معايا بقى حسب ما انت عايزاها، ما عندكيش خضار خالص مش لازم، عايزة تسيخها كده براحتك. معايا فلفل هنا مقطعه برضه، فلفل الوان مقطعه بالشكل ده كده، طماطم شيري ومشروم. والاسيخ بتكون نقعها قبلها بساعتين. هنشوف مع بعض التتبيله. نجيب هنا كده، نجيب البوله دي، نجيب البوله اللي هنتبل فيها. بصوا بقى حبايب قلبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اهو كوبايتين زبادي، اهو البهارات اللي احنا عملناها دي، انا بعملها اساسا قبل رمضان، بعملها كلها مع على بعض، بهارات شاورما، بهارات لحم، بهارات فراخ، بحط الكميه دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عصير الليمونه كده، واحط بسم الله الرحمن الرحيم شويه الخل بتوعي، وهقلبهم كده. بسم الله، محطش اكتر من كده، وهتحطي بقى كاتشب ولا مستردة ولا مايونيز ولا الاختراعات اللي بنسمع عنها دي. التتبيله هي متبقاش اكتر من كده، تبقى طعمها حلو جدا. اخد الخليط ده كله، طلعه بس من العلبة وارجع لكم. بصوا حبايبي كده، هزود بس، هزود الخليط بتاعي كده يعني حبة مية كده عشان هو تقيل، شوية مية بس مش كتير اهو، بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بقى على كمية اللحمة بتاعتي والفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده. تكوني نقع بقى الاسياخ بتاعتك قبلها بساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، سيبها تتبل كده شوية في التتبيلة دي برضو بتاع ساعتين كده. طبعا انتوا عارفين احنا بنسيخها ازاي، هرجع اقول لكم نصورها ازاي، استنوني حبايبي. رجعت لكم حبايب قلبي، ده شكلها كده بعد ما اتبلت، خدت ساعتين. هجيب بقى السيخ عندي كده، ماشي. انا مش حطيت بصل عشان هي متبلة ببصل اصلا. هتحطي قطعة كده، بعدين قطعة يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، قطعة فلفل كده، بس حبايب قلبي هنعمل اسياخ كلها كده بالمنظر ده كده، مشروم مع الطماطم الشيري مع فلفل الوان كده، واعمل السيخ واخليه بصوا يعني ماسك نفسه كده. خلص كل الكمية وارجع اشوف هنعمله ازاي، نسويهم ازاي.
بص حبايبي، ده شكلها كده بعد ما خلصتهم سيختهم كلهم اهو. بصوا كده، اي صينية عندك شواية؟ انا عندي الصينية دي بتيجي معاها الشوي، يعني لو مخصر الشوية ما عندكيش ما فيش اي مشكلة خالص، كنت شوية على الجليل على اي حاجة هتخلي معاكي باقي الصوص اللي احنا عملناه ده. كل شوية هنطلعها من الفرن وهنعمل كده عشان تشرم بالتتبيلة ما تنشفش. كل شوية انا بطلعها هوريها لكم انا بعملها ازاي عشان الخضار كله كمان يتبل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت تجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي يا بنات. ادخلها الفرن دلوقتي واسيبها تستوي شويه، وبين كل ربع ساعه كده اطلعها ادهنها عشان ما تنشفش، وبعد كده ارفعها على الشوايه. بصي حبايب قلبي، ده شكلها وهي في الفرن اهو. انا كل شويه اخد الصوص ده كده واسقيها عشان ما تبقاش ناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بصوا دي عشان ما تنشفش منك. جربوا الوصفه دي يا جماعه، الطريقه دي هتعجبكم جدا. كملها كلها هوريكم اخر حاجه هنعمل ايه. ده يا بنات شكلها بعد ما طلعت من الفرن اهو. هحط هنا حتتين فحم، بس شكلها تحفه ومستويه جدا، حتتها جميله جميله جميله. يبقى حتتين فحم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع بس حتة فويل واجيلكم. هي شوية زيت عندي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نغطيها بالفويل بسرعة. حبيت بقى نغطيتها كده واسيبها شوية. سمعت صوت الفحم وهو بيتكتك جوه؟ ريحتها تحفه. نجربها بطريقه تعجبكم جدا يا بنات. اتمنى لو الفيديو يكون عجبكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تحطي لايك. استنوني وانا بقدمها واوريها لكم. ده شكلها يا حبايبي بعد ما خلصت. بصوا كده الشيش طاووق ريحته تحفه، بصوا وجوسي جدا، ريحته جميله جدا. اتمنى تجربوا الوصفه دي، وزي ما قلت لكم يا بنات ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو عجبتك الطريقه بتاعتي ما تنسيش تحطي لايك كده. تقدميها بقى. انا هقدمها مع مكرونه عملتها معاكم قبل كده في القناه، وعيش تورتيلا هعمله لكم ان شاء الله. وهقدم معاها النهارده شوربه شعريه. كل واحده حسب امكانياتها هتقدمها، ممكن تاكليها بعيش وطحينه كده، هي زي الفل مش محتاجه اي حاجه. كان في بنت سألتني في التعليقات عن الفيديو اللي انا عملت في الجيلي كولا، قوالب السيليكون بجيبها منين؟ من اي مكان مستلزمات حلواني، اي مكان بيبيع مستلزمات حلواني. انا جبتها في المنطقة عندي هنا، فكان عنده الاشكال دي. لو ما لقيتهاش ممكن تنزلي العتبة، هتلاقيها برضه في محل التوحيد هناك عنده كل الاشكال، مش غالية يعني. ممكن هتلاقي في شكل ب45، في شكل ب55، حسب ما انت عايزه. ماشي حبايب قلبي، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ويا رب يكون وصفاتي كلها بتعجبكم. واشوفكم في فيديو كتير وطبخه ونص مع ساره. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.